اليوم الأستاذ حسن الإسكافي مخرج ومؤلف مسرحي، يعمل في مجال الإنتاج الفني. اعتمد في بدايته على الإخراج الأفلام القصيرة وطور نفسه عبر الانتقال إلى عالم المسرح. قدم العديد من الأعمال المسرحية وشارك في العديد من الأعمال الدرامية. اليوم أستاذ حسن بخبرنا عن مسيرته اللي راح تترك فينا أثر مما لا شك فيه. تفضل أستاذ حسن. أول شيء مساكم الله بالخير. هلا مرحبا، شلونك؟ بس عندي إضافة، وهو عضو جمعية اقتصاد للهام ومعنا من المؤسسين من البدايات، فهاي ولا نقطع اللي قلتها في التعريف. مساك الله بالخير دكتورة. تفضل. الله يسلمك. فمساكم الله بالخير. يعني أتوقع اليوم يمكن راح أتكلم بس كطريق سوالف أزيد، بحيث إنه يكون ما يكون الموضوع ممل، وبنشوف عن أصوات. بس أنا ما بتكلم عن سيرة حياة، ما عندي شيء أنا عن سيرة حياة، وإنما تجربة عشتها وتحديات واجهتها عشان أحقق الشيء اللي كان في بالي، أو ما زلت أحاول إن أحقق الشيء اللي في بالي. فإذا كل شيء أوكي نبدأ على بركة الله. يعني بداية، يعني بحاول أتكلم عن البداية بشكل سريع، يعني لأنه ما فيها أي شيء يثير الفضول، بس نقطة التحول هي اللي ممكن، يعني إذا أحد سمعها ممكن نستفيد منها. بشكل سريع بتكلم عن شلون بديت في هذا المجال. بدأت من التسعينات طبعاً، من يوم أنا كنت صغير، فكنت رايح مسرحية، أنا كويتية في ذيك الفترة، كان مسرح الكويتي أيضاً يعج بالنشاط، ممكن حتى أكثر من هذه الفترة. فكنت رايح لمسرحية تعرض في النادي الأهلي، زين، و ذيك الفترة كان عمري يعني تو 8 سنوات، يمكن 7 سنوات 8 سنوات 9 سنوات في العمر. بس فانبهرت من الشغلة، يمكن أنا حاضر مسرح طفل، بس مسرح الطفل يفرق بشكل كبير عن مسرح الكبار. فلما شفت الحضور، شفت التفاعل مال الناس، شقد العروض، شقد ممثلين كبار موجودين فوق المسرح، فانبهرت بهاي التجربة. فعقبها على طول رجعت البيت، وكان طبعا مسرحية بيت مسكون، زين. فلما رجعت البيت لازال كنت متأثر بهاي الشغلة. ضريف ان انا شلون رحت اساسا، بعد ما قلت لكم شلون رحت المسرحية، طبعا مو انا حاجز، لا كان خالي حاجز تذكرة، زين، وما كان في احد، وصادف ما بروح، ف صحت اللهم بأروح. فأبي قال لي أوكي، الله أمي قالت لي أوكي خذ التذكرة لا تنفلت وروح المسرحية، وإلا هي كانت مسرحية كبار يعني. فلما رجعت البيت صار عندي تأثر من هاي الشغلة، وبديت أجمع يعني أولاد خالتي، أولاد عمي، وأسوي لهم كذي تمثيل، وأنا قاعدهم على الدرج، وبدي أسوي تمثيل وأسوي مسرحيات. انزين، ليه ما زاد هاي الحب في المسرح؟ بس ان البحرين يعني بداية هاي طريق ما بيكون معبد، يعني ما بيكون جاهز لك ان انت تسوي اي شيء، ولا ان انت اليوم تحب المسرح خلاص بتصير فنان في المسرح وما تمشي بهالطريقة، ولا ان انت حتى لو كان عندك ان يعني عندنا احنا يمكن مسارح أهلية في البحرين، ممكن ما عندنا مدرسة تعليم مسرح أو إنه معهد يدرس الفنون المسرحية، ولكن يمكن عندنا المسارح الأهلية. رغم ذلك قد تواجه صعوبة إن أنت تشتغل فيهم وتنضم فيهم، حكم العدد، حكم أهم أشياء وايد، يعني ما بتطرق لها حاليا. فأعلموا، فدخلت في هاي المجال، وفي بعدين لما كبرت شوية كان الأسهل علي إن أنا أتجه إلى أسوي أفلام قصيرة.
انزين وفي هاي بدايه 2005 فحاولت كنا نستخدم الهاند كام او يسمونه الدي بي كام اللي كانت على كاسيت قبل او الشريط انزين وبدينا نصور والمنتج وكانت في ذيك الفتره منتشره المنتديات فكنا نسوي فيلم قصير 5-7 دقائق ونبدي ننشر على المنتدى ونحصل فيدباك وما شاكل ذلك. ورغم أنه كانت ذيك الفترة تجارب جدا بسيطة بس لأن أيضا الناس اللي تشتغل في هذا المجال أو الجودة اللي أيضا ما كانت متطورة بذيك المستوى. فلما أنت تسوي هالشيء بسيط يمكن الحين أنا لما أرجع أشوف الأعمال اللي أنا سويتها قبل أضحك شلون يعني الجودة مالتها وشلون الشغل مالها. بس في ذيك الفترة ما كان في أعمال كبيرة. فسنة ورا سنة بعدين حصلت فرصة إلى أن أدخل تلفزيون المعارف في 2008 وكان في مسلسل وبدأت أشتغل في مسلسل بدون أي مقابل بس عشان أتعلم. 2009 دخلت الجامعة اشتغلت في نادي المسرح إنزين دخلت في نادي المسرح وصار عندي تعلق أزيد في المسرح أو الأعمال المسرحية. 2010 اشتغلت في يعني تحت التدريب في تلفزيون البحرين. 2011 طبعا صارت الأوضاع شوي في البحرين عفست فعلى طول انا ما عرفت اقعد فشلت اغراضي ورحت الهند ودخلت صناعه افلام او اخذت كورس في صناعه الافلام. هاي واحده من النقاط اللي انا تحولت عندي او نزارت عندي الفهم في صناعه الافلام من 2009 وخلاني خلاص اني ادخل شوي شغف ازيد في صناعه الافلام. بمر على الصور بشكل سريع عشان بعطيكم نبدا شنو صار في من 2010 انزين وبعدين بنوقف شوي برد اكمل. ف مسوي شير سكرين. طبعا قبل ما رجعت من الهند في 2000 خلينا نسوي اول شيء ما اوكي شير سكرين باين ما ادري يعني اذا اوكي واضح شغال زين. هذا طبعا في عقب ما بدينا نشتغل في نسوي افلام فسوينا مجموعه سويت انا كونت يعني مجموعه مع الشباب في نفس المنطقه وبدينا نسوي افلام قصيره. طبعا هذا اول فيلم في فيلم لا قبل انا اشتغلت بعد في فيلم قبله هذا طبعا اول فيلم انا اشتغلته في حياتي ما عليكم يعني حفاظا على المشاعر يمكن صورتي في ذيك الفترة شوف حالة من الله في شو اسمه اللي هو بداية الألفينات أتوقع 2007 يا هذه 2007 أنا أول فيلم يعني كفيلم إني اشتغلت أنا زين. بعدين سويت أفلام يعني بعد ما المنتديات يعني بنفس المستوى كانوا عندي صور ليهم موجودين طبعا على الفيسبوك بس ما بتطرق إليهم. بعد كانت تجارب بسيطة. ممكن الفيلم اللي كان سوى لنا التحول شوي كان هاي اسمه نهاية رؤية في 2010 كان شوي طلعنا شوي ليفل أعلى شوي جودة التصوير زادت شوي حرفية زادت حاولنا ندخل بعض الفنانين بدت الصحافة شوي تلتفت إلى الأعمال اللي احنا قدمناها. هاي ما الواحدة في الأيام سوت لقاء الأخبار الخليجية أيضا سوت لقاء ما أدري هاي أي صحيفة زين أوقع الأيام بعد لا عندي الصورة أي هاي طبعا سوينا طبعا من سوينا حفل تدشين للفيلم حكم إنه كان يعني ممكن نسبيا لأنه كان شوي كان نقطة تحول في صناعة الأفلام ما كان يعني يمكن الحين لما أشوفها ما أشوفها بالجودة الكبيرة بس في ذيك الفترة نسبيا لجودته للعمل ماله كان جيد. ف يعني حتى مثلا الناس اللي كانت في ذيك الفتره مثلا يشتغلون في السينما سوينا لهم دعوات وحضروا يعني فنانين حضروا انزين مثال فريد رمضان محمد جناحي محمد بعلي في ذيك الفتره يعتبرهم من اكثر الناس اللي اشتغلوا في صناعه الافلام في
من الفترة اللي انشهرت فيها صناعة الأفلام في البحرين من 2008 و 2007 إلى 2015، كانت يعني هناك العديد من الأفلام القصيرة موجودة. بعد شنو؟ هاي تكلمنا عنه، هاي تكلمنا عنه. بس هاي لو يروح شوي فوق. زين. هاي بعد سوينا، فعقب ما خلص العمل هاي سوينا عشاء عمل بعد. كان في ديك الفترة في سبونسرات، لأن سنسوي فيلم قصير كان والصحافة تسلط عليك الضوء، فكان الناس عندها اهتمام في هذا الجانب أكثر من الحين. 2000 هاي بعد 2010 في فترة لما اشتغلت في تلفزيون البحرين، أو كنت تحت تدريب، كان في برامج شبابية أيام الشيخ أمي. لما جيت هذا بعدين الحين نقطة التحول من 2011 رحت درس صناعة أفلام. لما رجعت من الهند شوي تبدل الشغل شوي، يعني قبل كنت ممكن كنت أشتغل أفلام، بس دائما أقول إن أحيانا أنت مو صعب إن أنت سوي ستوب عشان نرد نرجع عليه. إنزين، مو صعب إن أنت تسوي فيلم، أو مو صعب إن أنت تبدي تصور. فدائما كان في أحد دكاترة يقول إنه مو صعب إن أنت تسبح، وأسهل طريقة إنك تتعلم السباحة إن أنت ترمي روحك في الغزير وراح، وفطرة نفسها راح تساعدك إن أنت تسبح. بس عمرك ما راح تسبح بالطريقة الصح، لأن في ناس درست تعلمت إن هناك طريقة أفضل للسباحة، طريقة يمكن أفضل للعضلات، أفضل إلى تكون أسرع يمكن. فمثل ذلك هي صناعة الأفلام. يعني طول فترة كنت أنا أشتغل في صناعة الأفلام بس عن هواية، ما كان عندي الأساسيات بطريقة صح. فلما رجعت بعدين من الهند في 2011 شوي صار عندنا شوي تطور ممكن في المستوى الأعمال اللي قدمناها. فقدمنا طبعا، بديت أشتغل بعدين على مهرجان الأفلام، سويت مهرجان أفلام في الجامعة والحمد لله حقق نجاح، وسوينا على 3 سنوات 2012 و13 و14 لما تخرجت. أقول يعني لما تخرجت ما في ما استمر للأسف الشباب على المشروع. إنزين، هذا فيلم نور. نور طبعا من الأعمال اللي قدمناها في الجامعة، أيضا فيلم قصير. إنزين، ولا هاي وين راح؟ مالي خاص، وين راح نور؟ لا أنا قاعد أرجع عكس، آسف جماعة. إنزين، هذا نور. إنزين، هذا البوستر ماله. إنزين، وحتى يعني يمكن مستوى العمل تطور أيضا، يعني من 2007 إلى 2012 بعد 5 سنوات التجربة تطورت أيضا كذلك. إنزين، عقب نور سويت فيلم اللي هو اسمه طريق واحد. كان وجبت فيه طبعا تعتبر من الفنانين، طبعا فنان الراحل محمد عواد وأحمد عيسى. هذا الفيلم شاركت فيه أنا في عدة مهرجانات وحققت جائزة اللي هو الإبداع الشبابي في نفس هذا الفيلم. عقب اشتغلت أنا كتب فيلم ما أدري بعد One Second One Way ما أدري هاي رحت هني One Second One Way، مجموعة من الأفلام اشتغلت فيها، شاركت فيها في مهرجانات، اشتغلت في بقايا أنثى، حققت فيه بعد جائزة في مهرجان النقش للأفلام. إلى فكنت طول ما أنا في الجامعة كنت أشتغل على الأفلام القصيرة. هاي القضية صارت، أو إن هاي المرحلة اللي تعلمت فيها. إنزين، لما جيت في أو نقطة التحول اللي صارت أو الشيء اللي أنا بتكلم عنه أكثر هي هاي اللي هو هذه الفترة اللي هي 2015 هي السنة اللي أنا تبدلت فيها، وإن التوجه مالي تبدل أو المشاكل بدت صارت من شنو. طبعا 2015 كنت توني متخرج. إنزين، وما كان عندي يعني كنت أشتغل في صناعة الأفلام، كنت أشتغل لما رجعت من الهند أيضا في نسيت أقول لما رجعت من الهند أنا أساسا في 2011 في 2012 الحمد لله على طول اشتغلت في الشركة اللي حاليا أشتغل فيها. يعني من رجعت في 2000 و خلنا نسوي ستوب شيرينج، من رجعت في 2000 و
2012 على طول سوري ب 2011 رجعت 2012 الحمد لله على طول اشتغلت في الشركه اللي انا اشتغل فيها وواصلت اشتغل في الشركه كمصور مونتير اشتغلت مونتاج عده مسلسلات بحرينيه في 2013 و14 و15 منتجت في كل سنه كنت امنتج مسلسلات واشتغل افلام اصور بس كان مو الشغل اللي ممكن ان اطمح اليه ولا الشيء اللي انا بوصل لي ففي 2015 لما بديت خلاص ان 2014 خلصت الجامعه 2015 ام بيتجه الى سوق العمل خلاص ام بي اشتغل احتاج ان انا يكون عندي انكم بشكل اكبر احتاج يكون عندي شغله اتخصص فيها بشكل اكبر زين ممكن يكون عندي طموح ام بي اوصل اليه طول ما انا فتره الجامعه كنت اشتغل في المسرح بس كهوايه طلعت من الجامعه اشتغلت في رحت المسرح الاهليه رحت مسرح الصواري ليش ده اداره الاعمال لا شوف انا من قبل كنت بدرس هي ما تكلمت عنها بس من قبل كنت بدرس ملتي ميديا او صناعه افلام وما شابه ذلك بس الوالد يعني الله يحفظه قال لي ان خذ شهاده ميجر اساسيه بعدين لو ما اشتغلت فيها ادرس اي شيء تبي بس ان كان ادرى ذيك الفتره يقول ان صناعه الافلام او يعني ملتي ميديا او الشغله ما اشوف ان لها شغل كبير او ان مستقبل كبير عنده ممكن تخليها كسايد انكم طبعا صار العكس طبعا اداره الاعمال نفعتني انا بشكل كبير في خصوصا في الثلاث سنوات الاخيره يعني اخر ثلاث سنوات نفعتني كدراسه بشكل كبير لان انا في العمل شوي شفتك بتكلم عنها بعد انزين فبس فلما رجعت كان الخيار انه بين الكمبيوتر ساينس وبين اداره الاعمال فاخذت اداره الاعمال حكم انها اسهل عشان الواقع عشان يمديني ان انا اشتغل بارت تايم في الهوايه اللي انا اشتغلها فكان بس يعني الامانه كان الهدف ان كبدايه كان هدف ان انا بس اخذ شهاده بس ان يكون عندي شهاده بكالوريوس بس مؤخرا فاتني واجد اداره الاعمال بتكلم عنها بعد فبرجع الى 2015 لما فما ادري وين وصلت بس المهم في 2015 كان عندي لازم ان انا خلاص ان انا اشوف لي طريق ان انا امشي فيه فكان التحدي ان انا ابدي بزنس او ان اسوي لي مؤسسه او ان ما اعرف انا طبيعتي ما اعرف اشتغل عند احد يعني تقول لي اوكي اشتغل بس تقول لي تعال داوم او تعال التزم دوام لا اعطني التاسك اعطني مهمه بشتغلها بس يعني طبيعه ويعني مثل الدكتور بعد كل اخر ليل احنا نشتغل زين فما اقدر قاعده الصبح يعني اوكي يوم يومين ثلاثه اربعه ايام ممكن بس طول السنه تقعد الصبح متعب شوي زين ف 2015 كان عندي تحدي شلون بدت الفكره بدت الفكره ان انا في 2014 طبعا نهايه 2014 لما تخرجت كنت رايح اصور مسرحيه زين انا ما كنت من يعني انا كنت احب المسرح التجاري بس ما كنت احب المسرح التجاري يعني البحرين يعني طبعا ما دام احنا ما في انتشر الصوت بس اوكي زين فما كنت احب المسرح التجاري البحريني حكم ان يمكن في اعمال مسرحيه تجاريه بحرينيه حققت نجاح يعني بيت خاص جدا في اعمال يمكن كذا مخرجين اشتغلوا في كل سنه كان يطلع كذا عمل بحريني قوي بس اللي اثر البيئه اللي موجوده يعني ما ادري يمكن الكل يدري ان البيئه المسرحيه في ذيك الفتره يعني شلون ما كانت نظيفه يعني ما كان المجال اللي انت تبي تشتغل فيه يعني انت صح تبي تشتغل عندك هوايه كمسرح بس في نفس الوقت ان انا امبي في نفس الوقت تنبي البيئه اللي انا ارتاح فيها يعني ما احب اروح اشتغل في بيئه انا مو مرتاح منها رغم انه كان بامكاني ان انا اشتغل في الاعمال التجاريه في ذيك الفتره بس حصلت ممكن عروض بس انا امتنعت بهذا بهي السبب ففي 2014 كنت رايح اصور مسرحيه واحده من المسرحيات التجاريه تعرف للاسف احنا في الالفينات كان مسرحنا يعني مع احترامي للجميع ما اعم ولكن اي ف
فبس انه ما اعم على المسارح بس كانوا كلها هرج ومرج يعني ما في اي شيء يبون يطرحونه في المسرح ولذلك ما كانت في مسرحيات قويه اساسا تنعرض ولذلك ما كان في مسرحيات احنا نشوفها تنشهر انزين حكم انه ما كان في كثير بعض الاعمال المسرحيه ممكن اشتغلوها كان مسرح مثلا امال اشتغل مسرحيات كانت في مسرحيات حلوه فيها فنانين على على مستوى البيادر اشتغل كذا عمل كان حلو انزين بس كمجمله ما كانوا في ذاك المستوى فلما كنت رايح اصور المسرحيه وكانوا يعرضون ما شاء الله عدد ايام كبير فشفت ان يا جماعه الخير ترى المسرحيه جدا ما فيها اي يعني فكره خصوصا ان انا قاعد اشتغل مسرح الجامعه وانا اكل فضل كبير للاستاذ ابراهيم خلفان تعلمت على ايد المسرح يعني اساسيات المسرح والمسرح كله تعلمت على ايد الاستاذ ابراهيم خلفان يعني انا قدمت اياه تنزل من 14 15 عمل رحت اياه كذا مهرجان بس بعرض الصور بعدين بعد بتكلم بشكل سريع زين بس انه 2000 سوري بس انه المستوى اللي انا شفته في ديك في ديك الفتره كلش عن المستوى اللي احنا تعلمناه جدا فرق كبير مجرد اسماء ممثلين لا ما في يعني نص بذاك القوه ولا في قصه بذيك القوه ولا اساس التمثيل يعني كان يعني مسرحيه يعني ممكن مش بذيك الاحترافيه عشان ما اقول كلمه ثانيه زين فمو ما كانت بذيك المستوى الاحترافي فكنت افكر اقول يقول يعني اذا شباب سوى مسرحيه بهي المستوى وكان عندهم حضور فليش انا ما انا بامكاني ان انا اسوي مسرحيه في قناعتي تكون افضل منها وراح يكون فيها حضور المفترض انه يكون كمنطق انه يكون فيها حضور اكثر فبس كان التحدي انه شلون ابدي يعني احتاج انه بادجت او انه احتاج انه انا اقنع احد ان انا يا ابو الشباب انا اول مسرحيه تجاريه بسويها تعال سوي لي مسرحيه او احتاج ان انا اخذ الانتاج وانتج المسرحيه فكانت هاي الصعوبه اللي كانت عندي بالاضافه ان انت ممكن تسوي مسرحيه احتمال كبير انها ما تنجح اساسا احتمال تسوي مسرحيه اساسا ما يجيك احد ما يجيك جمهور فكان ريسك كبير بس فحاولت ان احصل طرق احصل اشوف الشباب من راح يشتغل وياي كنت كل تحيه للشباب اللي بدوا وياي طبعا اول مسرحيه انا سويتها في 2015 اللي هي مافيا سكراب الاولى طبعا في البدايه كنت انا كاتب نص يعني يا بطه كنت بشتغله قبل مافيا سكراب كنت 2015 كاتب نص يعني يا بطه وكنت بشتغله وجيت للجماعه جيت للممثلين اللي انا اعرفهم مثلا كان خليل المطوع اخو ولا كان من اول الناس اللي بعد يعني من اول الجروب اللي كلمتهم زين وكلمت الشباب اللي اعرفهم اللي كانوا وياي في نادي المسرح وفي كذا ممثلين اللي كنت اعرفهم خصوصا من فتره المسلسلات اللي كنت اشتغلها او من الافلام القصيره اللي انا اشتغلتها اخترت ممثلين ورحت الى نادي المنطقه قلت لهم ان احنا عم باخذ القاعه وتعاونوا وياي يعطوني القاعه طلع عندي مشكله ان شلون اوفر اجور الممثلين فكنت احاول اقنع الممثلين ان لما ابيع على التذاكر راح اعطيكم اجوركم انزين ففي ناس وافقت في ناس ما وافقت فاضطريت ابدل النص يعني ابطل فشلت نص يعني ابطل سحبت بعد مجموعه من الممثلين سحبوا وسويت نص جديد في خلال اسبوع و10 ايام كان تحدي لما خصوصا هاي كان عندي تحدي كبير ان كنت خلاص مسوي النص ومجمع ممثلين وبديت بروبات يمكن 10 ايام وكذا ممثل انسحبوا فطبت قيمه النص فما قدرت اشتغل النص وما عندي ممثلين فضليت يمكن اسبوع بس في ما نام للساعه 3 افكر ان اوقف المشروع ان اسوي مسرحيه خلاص او ان اوقف المشروع خلاص ما اسوي مسرحيه فاتخذت قرار ان انا اكتب نص جديد كتبت مافيا سكراب 3 في 10 ايام يعني يمكن 10 ايام اسبوعين مو اكثر وجبت النص وكلمت بعدين اللي هو اينا هاي هي فعلا هي الصدمه اللي هاي صدمه علمتني بشكل كبير ان شلون اتعامل ويا الناس بعد يعني واحده من الاشياء ان شلون اتعامل او شلون اتعامل ويا الممثلين فحتى لما جبت ما في سكراب الاول جبته وجبت الممثلين بعد منهم اللي كانوا وياي في يعني بطل اللي ما زالوا وياي وقالوا بيكملون وجبت بعد ممثلين جدد على ناس يعني بطل انزين
فضمنهم يعني طبعا الكاست اللي موجوده حاليا في اثنين ممثلين ما كانوا موجودين او اثنين بعد في نفس الوقت لما كنت انا اشتغل نص ما في سكراب في عند اسبوع من البروفات واحد من الشخصيات الرئيسيه بعد احتدى قال ما بكمل فبعد اعطاني صدمه انه بين اكمل لو اوقف يعني بعد كان عندي بعد هاجس الخوف بس ان انا صار لي شهر اشتغل فقلت ما اقدر حرام خلاص وباقي كان شهر عن عرض المسرحيه كنا اشتغلت فتره شهرين فكان باقي شهر او اقل من شهر عن عرض المسرحيه يمكن باقي ثلاث اسابيع او شيء ما شاكل ذلك فاخذت قرار خلاص ان احنا ما دام احنا ما وصلنا فلازم نواصل فرحت دورت على ممثل ثاني ما واجهت الامانه الحمد لله كتوفيق من الله ما واجهت صعوبه كبيره ان انا احصل ممثل ثاني كان كل مشكلتي شلون اقنع الناس او اقنع الممثلين خصوصا في ذيك الفتره كثير من الممثلين ضرب عليهم مبالغ يعني كانوا يشتغلون عمل ما يعطونهم مبلغ مالهم وانا جاي بعد جاي اقول لهم يا جماعه اشتغلوا اذا بعت بعطيكم اذا ما بعت بعد ما بعطيكم هل سالوني عن فلوس فكان تحدي كبير بس الحمد لله اللي اشتغلوا في مافيا سكراب 3 كلهم سوري اسف اللي اشتغلوا في مافيا سكراب 1 90% يلا ما عليك كلهم كانوا موافقين على الكلام اللي قاعد اقوله وان انا واعد لهم ان لما اذا نجح الجروب راح نستمر يا بعض ولما نكبر راح نكبر يا بعض فقدمت فتوكلنا على الله سوينا المسرحيه انزين وسوينا المسرح والمسرحيه يعني كان القاعة جدا بسيطة متواضعة والمسرح كان جدا بسيط مسرح قرية يعني بس هو كان الانطلاق فإلى قبل يوم من العرض ما في اتصالات ما في حجوزات لأن صار لي أشتغل شهرين نزل إعلانات وحاط إعلانات شارع ودافع مبالغ وكل الأشياء أنا دفعتها يعني من كيسي أنا يعني كان ما كنت كان عندي مبلغ مجمعنا واحد من المبالغ كان مبلغ جزء منه كان مبلغ جائزة كنت ماخذنها في صناعة الأفلام في فيلم كنت كان عندي مبلغ جائزة ماخذنها في أحد الأفلام بعد حطيته من ضمنهم فصرفت اللي عندي كامل جينا قبل يوم العيد ما عندي حضور جيت أول يوم عرض كان عرضنا الساعة توقع 7 المغرب وأنا موجود أردي من الصبح اي نعم انزين وكنت قاعد من الصف المسرح وكان يعني قلبي وبطني وكل شيء في ذيك الحاله اول مسرحيه اخرجها زين وجيت جت الساعه 7 وانتظر بس الجمهور يجي حارس الناس يجي حارس الناس يجي حارس الناس يجي القاعه كانت شي تقريبا 300 شوي شخص اللي كانوا داخل القاعه يمكن 15 او 20 شخص فلو نص القاعه فاضيه ف انا نفسيتي ديك الحزه عرقت خلاص توي اول عرض مبدلنا وقاعه وحاجز ودافع وما ادري شلون واعلانات بدون مبالغه 20 25 شخص في القاعه فقط زين شو الحل ما في حل الحل نكمل العرض حتى نفسيه الممثلين كان شويه تعبانه حكم انه تعرف انت قاعد تشتغل بروفات شهرين ودي القاعه تتوقعها مليانه وتطلع ما في الا 25 شخص بس في القاعه سبحان الله نفس الليلة كان عندي عرض ثاني الساعة 10 في نفس اليوم كان عرض الأول 7 المسرحية ساعتين الساعة 10 العرض الثاني أنا في الشباك ما أدري أنا كنت خايف على العرض أول عرض عرضه فما أدري انباعوا التذاكر ما انباعوا التذاكر العرض الثاني ما في ولا مقعد فاضي في القاعة فهاي كان صابين علي ماي حتى الممثلين يعني نقطة تحاول حتى الممثلين كلهم استغربوا إنزين فسبحان الله يعني الناس كانوا لان العرض الاولي كان شوي من وقتي كل فتره كان الاذان يؤذن الساعه 6:30 اتوقع فكانوا الناس ما تبي تجي العرض الاول ويوم عيد فالناس ما تحب تطلع من وقت بعدين احنا عرفنا بعدين هاي الشغله يعني اي نعم والله كانت لا في فشل ازيد يعني بتكلم عن الفشل هاي تونا في البدايه زين فصبح سبحان الله فبعدين عرفنا ان الناس ما كان اساسا ما كانت مو حضرت لان يعني اولا يمكن المسرحيه بعد كانت محدوده بس انه
ما حضرت لانه مو سامع عن المسرحيه، وشيء ثاني ما كانوا يبون يحضرون من وقت. بس ديك بس العرض الاول اللي عرضته انا صدق يعني حالتي النفسيه نزلت زيرو، بس 180 درجه انقلبت لما بدينا العرض الثاني قبل لا تفتح الستاره. الناس كلها صفوا كلها من الشجعه، طلعوا الناس من العرض الثاني سووا راحوا تكلموا في الانستغرام. ذيك الايام كانت تو الانستغرام منتشر، كان تو مبدل الانستغرام، فنزلوا ناس نزلت بوستات في الانستغرام، ناس نزلت بوستات في الفيسبوك، ويوم ثاني عرضت العرض كان الحمد لله بعد كانت القاعه مليانه، واستمرينا من عرض واحد ما كان فيه احد الى 10 عروض. فالحمد لله فقدمت 10 عروض. رغم ذلك احنا كانت ذاكرنا جدا نازله، يعني ذيك الفتره كنت انا بعرض حق قريه، فتذكره كانت دينارين ثلاثة خمسة سبعة بس، ما في اي زياده، القاعه تشيل اولموست 300 شخص. اي والله تتبدل لما تشوف صدق الشعور. يعني انا لحد الحين اقول ان احلى شعور ان انا احس فيه لما اخلص العمل واسمع تحيه الجمهور. تحيه الجمهور هي الشيء اللي يعطيك انرجي بشكل كبير. فعلا يعني هاي في خلال نص ساعة، لو تشوفني قبل نص ساعة من لا يبدأ العرض الثاني أنا في حالة يرثى لها، بعد إلا الحمد لله صرت أوكي. فارتفعت الحالة النفسية أن كان كل شيء أوكي. عرضنا 10 عروض بس مثل ما طبعا ما في سكراب وين، رغم أن عرضت 10 عروض بس كان عندي بعد ممثلين، يعني كان عندي 10 ممثلين منهم ثلاثة يعتبرون يعني مثلا كانوا يعني معروفين في المسرح، يعني كانوا يعني يعتبرون من الفنانين المعروفين في المسرح، اللي هو كان ياي سامي رشدان وخليل المطوع وجعفر الساري، وايضا كانت ياي سدابه بعد، يعني الناس اللي اشتغلوا في المسرح. البقيه يمكن كانوا شباب او كانوا في المسرح الجامعي اكثر، فممكن كنت اتفاوض ايام في الاجور بشكل اكبر. بس الممثلين الكبار طبعا انا ما اعطيتهم في اول مسرحيه اجرهم، لا اعطيتهم جدا اقل. بس رغم ذلك ما في سكراب وان انا خسرت ماليا، خسرت يعني ما حققت ارباح. المبلغ اللي قطيته يمكن رجعت جزء منه ما خسرته كامل، بس انه يمكن خسرت ما كان مبلغ العود اللي خسرته، من كان 700-800 دينار. بس انا ما كنت انظر الى 800 او 700 دينار اللي خسرتها كثر ما كنت انظر الى ان انا شالي شهرين وشوي اشتغل. اوكي عرضت 10 عروض، اوكي جوني ناس، بس ما صعب ان اتذكر التجربه وانا خسران. لما طلعت من ما في سكراب وان كنت متردد ان ارد اعيد تجربه المسرح لامانه، يعني رغم انه صار عندي ولان صارت مشاكل كثيره في ما في سكراب وان، يعني مشاكل اداريه، مشاكل هي القاعه، مشاكل هي المسرح، مشاكل هي النادي المسرح، صارت مشكله هي النادي المسرح، هي النادي نفسه وما رضوا يعطونا المسرح مره ثانيه، او ما يبون يعطونا المسرح كان مره ثانيه. فهاي كلها خلت ان اتردد ان ارد اعيد تجربه. كان في يمكن حضور بس انه كان كمجمل العروض اللي عرضناها يمكن كل اللي حضرونا في هذه العروض 1900 شخص، فما قدرنا نغطي التكلفه. في 2016 خلنا نمر على الصور وانا اتكلم عشان خلاص يعني انت يعني بس هاي، فهي كانت نقله كبيره. و2016 ايضا نقله ثانيه بتكلم عنها واحنا نمر على الصور. في 2016 هذا في فيلم انا سويته في 2012 بعد، هي تكريم اللي حصلت على جائزه مونتاج وموسيقى في بقايا انثى، كانت ياي الهام علي واحمد عيسى. نرجع لهني، هاي من المهرجان الخليج المسرحي، شاركنا في مسرحيه اسمها هلوسه، كان لي دور بسيط طلعت فيها في النهايه زين، وكنت مساعد مخرج متود للانتاج. نفس المسرحيه في السعوديه، نفس الشيء في المهرجان. طبعا هي واضح ان توني كنت توني ما اعرف الانستغرام، فكنت قاعد انزل اي صور، فتوني كنت اعرف على الانستغرام، على بالي البوم
زين بس عشان انا بمر عليهم لان مرتبين هاي الجائزه اللي اخذناها اي هني اوكي بعد ما لنا من هنيها هاي مهرجان هاي مهرجان الافلام بتكلم عن هاي مهرجان الافلام اللي اول مهرجان افلام انا سويته اتوقع في 2012 زين هاي بعد مهرجان الافلام هاي بعد في مهرجان الافلام ما شلون ارجع ما شلون اجرى المهم هاي في مهرجان الافلام كذلك بعد مهرجان الافلام بعد مهرجان الافلام الحمد لله حققنا فيه نجاح يعني كبير الحمد لله كان عندنا مشاركات يعني بدأت انا مهرجان الافلام مجرد كانت فكره وطرحتها على الجامعه والحمد لله توفقنا انه وافقت عليها الجامعه وبدينا ناخذ افلام ونعطي جوائز وكان من الافلام الشبابيه الناجحه في فترتها يعني زين اتوقع لو هاي في النسخه الثانيه او الثالثه من المهرجان اتوقع الثانيه سوري ما انا صغيره بس عم بعرف شلون اوكي اوكي الحين عرفنا اوكي الحين شدي زين زين ف هاي من ضمن الافلام اللي انا سويتها في بين 2000 و هاي ون واي اللي اخذت فيه جائزه ون سكند واستيقظ ويك اب بعد شارك فيهم في مهرجانات هاي بقايا أنثى اللي بعد شاركت في مهرجان حصلت فيه جائزة لو بقايا أنثى تريلر ماله ما يشتغل تريلر شفناه بس يعني هاي تريلر ماله موجود في اليوتيوب بعد من ضمن الافلام اللي سويناها بعد هاي سوينا لنا تدشين هذيك الفتره كنت اعتمد على بعد يعني عقب ما درست انا صناعه افلام قلت خلاص ان انا بدي اشتغل اصور واخرج ومنتج كنا الحين وقفت شويه بس يعني ان ذيك الفتره كنت ابتاع كله على قولتنا هاي بعد من ضمن الافلام اللي اشتغل هاي بعد كان اعلان كنا مسوينا حق مبادره يا سامي رشدان ووفاء مكي بعد في 2015 هذا نفس السنه اللي اشتغلت بديت فيها المسرح بس هذه ما في سكراب هذه مسرحيه ما في سكراب هذه الاولى هاي اللي كنت اتكلم عنها زين هاي بددنا العروض فيها او كم يوم عرضناها بعد ما كان مفترض 5 ايام بعدين زدنا يومين هاي كان خبر تمديد العروض وهي شكرا انتهينا في المسرحيه بعد الصوره انا محيتهم البقيه في 2016 شنو صار؟ في 2016 انا ما كنت ما كان عندي نيه واضحه ان انا واصل بالمسرح بس لما نزلنا المسرحيه في اليوتيوب وصار انتشار كبير بشكل كبير صار الكل يتكلم عن المسرحيه جاني لو سامي رشدان قال لي ها ليش ما عندك نيه؟ قلت له انا امانه يعني مو معارض الفكره بس يعني عقب التجربه اللي راحت يعني بتحدر وما ادري هل الممثلين بيردون يوافقون انه يشتغلون وياي بنفس القاعده بنفس الفكره او لا ان بعد نفس الشيء لو يعني خساره ممكن يعني ما احملكم خساره كلها بس انه ممكن انا اخفض اجوركم وتساعدوني بمساله الاجور فقال لي لا ما عليك اتوقع الكل بيوافق ما حب يعترض والحمد لله بدينا في مافيا سكراب 3 سوري مافيا سكراب 2 في 2016 انا قدمت مافيا سكراب 2 اللي هي هذه مافيا سكراب 2 ما عندي ما في صوره لها بس يعني هذه مافيا سكراب 2 هذه في 2016 قدمت انا مافيا سكراب 2 في مافيا سكراب 2 كان عندنا بعد تحدي ان احنا شلون ناخذ القاعه شلون ان انا ادفع المبالغ كلها من قبل يعني في مافيا سكراب 1 انا تصدق دفعت مبالغ بس مو عوده في مافيا سكراب 2 كنت لازم ما كان عندي قاعه مسرح فكنت مضطر ان انا استاجر قاعه واجار القاعه لازم كنت ادفعها بشكل مبكر
فحاولت أدبر لي مبلغ مني يمين يسار وأدبر أجمع لي مبلغ ودفعته حق القاعة. والحمد لله في مافيا سكراب 2 بعد صارنا نفس المشكلة أنه في أول يومين أو ثلاثة أيام ما كان في جمهور إلى سوري يعني قبل العرض إلى يعني إحنا فتحنا الشباك قبل أسبوعين من العرض إلى قبل يوم من العرض بعد إلى قبل يومين ثلاثة أيام من العرض ما كان في أي حاجة. فيديو ولا صوت؟ ها؟ لحظة إبراهيم، ها؟ فيديو ولا صوت؟ نعم ما أسمع. أوكي حسنا. أوكي. إنزين ففي في 2016 فبس شنو صار؟ صار إنه قبل يوم هاي التجربة الوحيدة اللي شجعتني إنه بشكل كبير أواصل قبل يوم من المسرح سوري من المسرحية. بس في انه ما عندي صور يمكن لو دورت يمكن عندي انا حاولت افتح مساحه الهارد ديسك ما رضى يفتح كذي اخذت الصور اكثر من الـ من الواتس الانستغرام والفيسبوك. اتوقع عندي صور اساسا بس احاول ادورهم. قبل يوم من العرض لو حاب تحجز مسرحيه اللي ما في سكراب 2 محتاج تنطر على الاقل نص ساعه عشان اوصل دورك. فهاي كانت نقلة كبيرة جدا يعني عندنا في التجربة المسرحية ان من العام ما كنا نحصل احد الى ما في سكراب 2 بدون اي مبالغة. وعندي صور طبعا ان لو تبي تحجز تحتاج توقف في الكيو احتمال نص ساعة ثلث ساعة عشان يجي دورك ان تحجز حق العرض. قدمنا ما في سكراب 2 3 و يعني يعني أبطى وقدمنا يعني أبطى وقدمنا عدة مسرحيات إلى ما وصلنا العام 2020. أنا قدمت في 2019 آسف قدمنا فيها خال كلفس ويعني أبطى 2 وصلنا الحمد لله رب العالمين. اليوم إن أنت لو تبي تحجز ما تقدر تحصل تذاكر لنفس اليوم ما تقدر تحصل تذاكر ليوم ثاني. يعني رغم إن إحنا عرضنا في يعني أبطى 2 16 يوم بس لو تجي تقول لي ابي احجز تذكره حق اليوم او بكره اقول لك ما في لا لازم تحجز حق بعد بكره. وصارت التذاكر كلها اونلاين فكان هاي ساعد بشكل كبير ان التذاكر بشكل كبير تنباع. اضافه ان نزلنا مسرحيات يعني بطل اليوم كمسرحيه بحرينيه ونزلنا مسرحيه خال الكلس كمسرحيه بحرينيه والمشاهدات قاعده تصاعد بشكل كبير. اخر نقطه بتكلم عنها اللي هي شنو فادتني اداره الاعمال في العمل اللي انا قاعد اقدمه او العمل اللي انا قاعد اسويه. فادتني اداره الاعمال في اني في مجال المسرح انا اشتغله يمكن مو ما في انكم بس كهوايه ومشكلتها موسمي. فانا في الفتره العاديه اشتغل في المسلسلات. اول ما بدات المسلسلات كنت اشتغل مونتاج اشتغل لا بديت حتى اساعد اتابع ناس واشتغل مونتاج. يوم عن يوم المشاكل زادت التحديات زادت لين ما استطعت ان انا اوصل ادير الانتاج بشكل كامل. يعني انا ادير الانتاج المسلسل ككل. ف اداره الاعمال هي علمتني ان شلون ادير عمليه الانتاج في المسلسل كامل. ومدير الانتاج يعتبر يعني في العمل كثاني شخص بعد المنتج. فالحمد لله رب العالمين من التحديات من استمرار العمل يمكن ما جل الشغله بسنه سنتين بس انه تراكم خبرات. بس اخر شيء بس هاي بتكلم عنه. في عندي صور بس ما مريت عليهم اذا صار وقت واخذت الحديث وايد او واجد. اي التضحيه فعلا انا بديت يعني من 2007 بديت سوري 2005 يمكن بديت الى 2014 انا ما كنت اخذ اي اجر على اعمالي. يعني يمكن اخذ اشياء بسيطه اجور بسيطه بس كل الافلام اللي اشتغلتها كنت انا اللي انتجها بنفسي انا ادفع من كيسي. حتى المسرحيات لما بديت انتجها كنت انا ادفع من كيسي. ف كنت اشتغل يعني بعض المبالغ كنت اشتغل يعني اشتغل انا امنتج افلام امنتج مسلسلات واجمع مبلغ مالي واقوم انتج فيلم رغم انه مو كل الافلام انا دخلت من وراها فلوس يعني فيلمين اللي بس حققت وراها جوائز. بس يعني سلامتكم يعني فهي التجربة اللي أنا عشتها. أتمنى أن يعني قصة أن استمتعتون بفعالتكم يعني. يعطيك العافية أبو علي فخورين بك دائما. أنا كان عندي سؤال لك أنا يعني سامحني أنا خربطتك يمكن
لانك دائما تحترمنا تجاوب بسرعه في نفس الوقت. يعني هاي ملاحظات دائما نكتبها عشان بعدين احنا يعني نتعلم من كل واحد. هاي هدفنا من المقابلات هاي اكثر منها، وهي فعلا راح تكون دراسه ان شاء الله في نهايه الفتره لما نقابل اكثر من 100 ملهم. قاعد نسوي نفس الشيء بالانجليزي على فكره، يعني بعد عند الناس نقابلهم وانت نحسبك الله حسيبك ان انسان مخلص لدينك ولوطنك وايضا لما تهواه. يعني الهوايه مالتك حولتها الى اثنين، الى ابداع ابدعت فيها وصارت لك مصدر رزق. وانا يمكن انت في اشياء طوفتها بسرعه لكن كان ودي اني اسالك اذا تسمح لي سعاده ولا صفاء لانهم اللي يديرون الحلقه، ولا تسمحين لي ولا قبل 90 قلبك جزاك الله خير. فالاول شيء انا كان سؤالي ان انت ليش رحت اداره الاعمال ما كملت في كليه الاعلام والفنون؟ انت جاوبت تقريبا، لكن اتوقع انه كان في صعوبات بعد صح ولا لا؟ ما رحت الاعلام ولا سبب ثاني؟ لا ما كان، لا كان بالعكس، كان كل الاعلام اسهل لي من اداره الاعمال. اي بس يعني كنت فكره اللي انزرعت في راسي، ممكن فكره اللي كان لها يوجهون لي ان خذ البزنس، ممكن تشتغل في شهاده البزنس افضل من تشتغل في شهاده الاعلام. أوكي. لان الاعلام يعتبر هوايه اكثر من في شيء ثاني. انت بعد ما قلته ان موضوع ان انت كنت تسوي اشياء مجانا حق يعني المجتمع المدني، يعني انت في العمل التطوعي استخدمت يعني طورت مهارتك، وهذا اللي كنت اقوله حق دكتور ابو دور. يعني احنا محظوظين معانا بعد اليوم يعني رئيسة مركز الموهوبين، هي عندها متخصصة أكثر من في الموهوبين. أنا أتوقع أنت موهوب ولكن أيضا أنت ملهم، أنت صاحب هدف، والصاحب الهدف ذي أعتبر أنه ملهم أكثر من موهوب. الله يطلب منك. أتوقع أن أيضا من التضحيات اللي يسويها الشخص الملهم أنه هو مثل ما قلت أنت أنه يسوي أشياء وايد مجانية. أول شيء هو هوسة أنه يقدم شيء ما يعرفه إلى المجتمع المدني، يبي يطور شيء في المجتمع، صاحب رؤيه. ومثل ما قلت لذلك انت ايضا دخلت في مجال المسرحيات، لما شفت ان المسرحيات انت ممكن توصل رساله وفي نفس الوقت تكون فكاهيه المسرحيه، وهذه ايضا ما يعني احنا ايضا شهدنا عليك وياك في ما سواء يعني بطه ولا غيره من المسرحيات اللي انت سويتها وانا حضرتها بعد. السؤال اللي كان انا بعد يعني يمكن شويه يحيرني، وهي يمكن انا اتوقع انه تسخير حسن، يمكن ما له يحتاج تجاوبه، بس اقول يعني ليش قبلوا فيك الممثلين الكبار وانت كنت في بدايه عملك، مع ذلك يا ممثلين كبار قبلوا فيك؟ هل تتوقع يعني هم يبون يعطونك فرصه او ما كان في مخرجين واي؟ انت اشتغلت من البدايه مع ممثلين كبار، فشو السبب تتوقعه؟ هل هم يعني تعاونا منهم ولا شنو السبب؟ هو في الاساس شوف مو انا، هم نفس الفكره اللي كنت اعاني منها، يعني لما كلمتهم هم عانون منها، ان في ذيك الفتره الاعمال التجاريه لا توجد اعمال تجاريه. انا شلون دخلت لها من باب ان الاعمال التجاريه ليست مستوى المطلوب، واحنا نحتاج ان نقدم اعمال تجاريه. حتى لو احنا بنقدم عمل تجاري مهم انه يكون عمل ايضا فني، يعني الفن اليوم رساله، هناك لازم يكون هناك رساله، هناك فكره، هناك عمل فيه فن. يعني احنا ما نحاول نقدم عمل مجرد للضحك، فلذلك الاعمال اللي بس كوميديه ما في اي شيء ما تبقى. يعني انا يمكن بتاثر جدا بالاعمال، مثلا عادل امام زين، يعني في كذا اعمال فيها رسائل كبيره للمجتمع، يعني يمكن بعضها سياسيه غير سياسيه، بس انه كمجتمع كان فيها رسائل كثيره، فهي الاعمال اللي تبقى. اعمال حسين عبد الرضا كانت ايضا فيها بعد افكار للمجتمع، فيها رسائل للمجتمع رغم انها كوميديه. انا بالبدايه بعد اقول انه هو توفيق من الله 100%. والشيء الثاني ان هم كان عندهم نفس الفكره، فلما جبت نص وفي فكره فاقتنعوا في الورق اكثر شيء، انه الفكره المكتوبه، يعني اوكي يلا في فكره يا جماعه، يلا احنا جربنا. هم ايضا هم يلا احنا جربنا، يعني كان اقول لي او بسامي اقول لي ان انا اشتغلت كم عمل انضرب علي، على الاقل اشتغل عمل ما بعد حتى لو ما بحصل منه بيزات، بس على الاقل مقتنع منه، ولا اشتغل عمل ويقول لي يلا بنعطيك فلوس والثاني اشتغله لانه بس للفلوس مو مقتنع منه وبعدين ما احصل اساسا الفلوس. صح
بارك الله فيك. تفضل يا سعادة ولاء. يعطيكم العافية. أستاذ حسن، إحنا سمعنا عن تجربتك العلمية والعملية، وإن الدراسة كان لها دور في تطوير الموهبة. اليوم حين بنعرف إن الدور العمل التطوعي في حياتك، خصوصاً إن إحنا نعرف إنك عضو في جمعية اقتصاد الإلهام، شنو ضاف إليك العمل التطوعي؟ لحظة بس أنا بوضح قبل يقول حسن، هو مو عضو، هو عضو مؤسس يا ولاء، هو عضو مؤسس. هذه هو صاحب الفكر، من صاحب الفكره من بدايات، حتى من بدايات الشعار الى كل المؤتمرات الى كله، فهو عضو مؤسس. بس عشان تصحيح يعني. اول شيء يعطيك العافيه دكتور. اول شيء هل برجع، اول شيء انا فعلا اتشرف ترى لحد الحين، دائما اقول لهم يا جماعه ترى يعني كنا ما اقول يعني دائما اقول انا المدح في وجه شو اسمه صاحبي مدمع. انا ما اتكلم قدام الناس، بس انه دائما يعني حتى انا بقول قدامكم، بس ما قدامك دكتور ما اعرف ما اعرف اقول قدامنا، يعني ما احب اقول قدام الشخص. المهم بس انه دائما اقول ان انا واجد تعلمت من دكتور محمد، واجد سعيد ان انا موجود في جمعيه الاقتصاد للهام. يمكن انا مو يعني سويت من البدايات، كنت في يعني اود نشاط في الجمعيه، كنا الحين قل لي ممكن عده اسباب يعني يهدروني عليها، بس لحد اليوم ان انا بالعكس اتشرف ان انا موجود وسعيد جدا، واحاول ان انا اتواجد في كل وقت. والله ما بس هو العمل الوقت، هاي الوقت هو يعني على قولتنا العدو، عدونا الوقت يعني مجرد ذلك. بس انا جدا سعيد ان انا موجود في الجمعيه واتشرف يعني، بالعكس تواجدي انا يعني في الجمعيه، انا اقول انا اقول دكتور محمد من الناس اللي لا زال يدعمني، ولا زال يعني انا كل محاضراته وكلامه احس انه يشجعني ان انا واصل على الافكار اللي عندي. انا ما قاعد اشتغل مسرح لان انا بسوي مسرح، ما قاعد اشتغل مسرح لان دائما ارد ارجع للفكره، لما اتذكر كلامه ارجع للفكره انه يا حسن حاسب ان انت ما تسوي المسرح حق تجمع فلوس، ما تسوي المسرح حق ان انت بس ان تضحك الناس، مهم ان انت عندك. انا دائما احاول اسوي ان دايركت مسج، دائما احاول اخلي مسجات المسرح بطريقه غير مباشره، لان المشاهد اساسا ما يحب المسجات المباشره، فاحاول ان انا اثري حتى وصولنا في المسرح، احاول ان انا اعطي بعض الشيء للمجتمع. العمل التطوعي انا من صغري يعني من قبل كنت احب العمل التطوعي، ولحد اليوم انا ما انظر في العمل اي ماده. يعني انا اؤمن بالانتاج، ان شنو انتج، مو مهم عندي ان الانكم اللي بيجيني دام ما في ولا عمل دخلته، يعني بمعنى كلمه ولا عمل دخلته فكرت ان بشن بيعطوني. انا اول رجعت 2012 ما كنت يعني اولموست ما اخذ شيء على الاعمال اشتغلها، كنت اشتغل الجمعيات، اشتغل المؤسسه، اشتغل اسوي افلام بروحي، اشتغلت تلفزيون تحت التدريب ما اخذ شيء، اشتغلت في التلفزيون مال معارف ما اخذ شيء، اشتغلت سويت برامج ما اخذت اي مبالغ. زين لحتى رحت درست وتعلمت، رجعت بس ابي اتعلم، رجعت 2012 جاني محمود طبعا الشيخ في شركه فريم بوكس، قال لي عندي، انا اعرفه يعني محمود في الجامعه بس هو يعني دفعه قبلي، فقال عندي برنامج ابي اصوره، امريكي اي مصور، شفت شغلك زين، ابيك اي مصور كم تبي؟ قلت له ببلاش. قال لي لا مو ببلاش، ترى بزنس يعني. قلت له لا عادي، امشي ان انا اشتغل اتعلم بس، وبديت اشتغل يعني. فاي تجربه اذا كان عندي وقت يعني، اي مبادره اذا كان عندي وقت دائما انظر الى انش قد ممكن افيد واستفيد من العمل اللي انا اقدمه، بس ازيد من الماده. يمكن الحين افكر شوي، يمكن الحين شوي افكر في الماده مش للماده بس، خلاص صار عندي ولد يعني، بس هاي الفكره. يعطيك العافيه. اوكي عندنا مداخلة من دكتورة بدور، تفضلي. شكرا، الله يعطيكم الصحة والعافية.
لقاء ممتع يعني، وهذه اللي تعودنا منكم ما شاء الله عليكم في صاد الإلهام، دائما تثرون بشخصيات نعرفها من بعيد بس أول مرة نقرب ونكون قريبين منهم. أنا سعيدة أن أكون موجودة معاكم وأنتم دائما إضافة لي، أنا مستحيل أكون إضافة لكم، الله يبارك فيكم. ومخرجنا يتكلم، خطة الطريق كذي أمامي طلعت، شغف الطفولة مفتاح لطريق كل مبدع، فهذه اللي لاحظناه في أول قصة الشيق ما شاء الله عليك. أنت ترى مو مخرج بس رائع، أنت ترى روائي حلو، يعني عندك قدرة على حسن جذبتنا. يعني عادة وأنا أكون في الزوم أكون في الزوم وأركز، لكن أنا مالتي تاسك، ممكن أكتب ممكن أرسم، بس ما شاء الله اللقاء اليوم خذ كل الأتنشن وقدرت بأسلوبك أن تلقط انتباهي، يمكن لأن اللي قاعد تقوله جزء من قصة حياة، قصة نجاح. شغف الطفولة اللي كان موجود عندك قدرت أن تجسده. الصدفة في حياة الموهوبين هي مستحيل تكون صدفة، بل هي شرارة، هي ومضة. وهاي ذكرها دكتور محمد وأنت تتكلم أن الصدفة اللي ما بقول هي صدفة، هي قدر جمعك بالمسرح في طفولتك وفجر عندك الرغبة بأن بعدين تحلق وتسمح لنا أن نحلق معاك في أعمالك اللي شاركت وجذبت فيها كبار الممثلين وشركائك في العمل. واللي واجهناه أنا يعني خلق أقول معلمة لطلبة ومن ثم مدربة لمعلمين يعلمون الطلبة. اكتشاف الشغف عند أي فرد هذه أصعب شيء، صعب على الفرد أنه يعرفه وصعب على المجتمع والأسرة أنها تكشفه. فمحظوظ أمثالك وأمثال زملائنا المبدعين الموهوبين اللي اكتشفوا شغفهم وبعدين استخدموا هاي الشغف في أنهم يمارسون في حياتهم بدون روتين بأسلوب شيق ومن ثم يستثمرون فيه. أنا أعتقد نصيحتي الشخصية استثمر أكثر في إبداعاتك. في عنصر حلو، صناعة الأفلام يرتبط ارتباط كبير بالذكاءات المتعددة كلها، لكن يركز وايد في الذكاء الوجداني، وأنا أعتقد أن أنت عندك مستوى عالي من الذكاء الوجداني، أو هذا اللي الذكاء الوجداني هو اللي قدرت من خلاله تجذب كبار الممثلين في الميدان. وقلت عبارة حلوة أن أنت ما شاء الله عليك عندك ذكاء اجتماعي ظاهر، عندك ذكاء لغوي، قدرت أن تفهمهم. أنا مختلف لأن اللي بقدمه مو بس مسرح تجاري، أنا اللي بقدمه رسالة نبيها توصل، فأعتقد أن أنت التمست فيهم العنصر الوجداني. أنا حييك وعندي سؤال فقط واحد، شنو يمكن طرح هني بس أنا يمكن بغير السؤال شوي، شنو الرسالة اللي توجهها للأطفال، ما بقول الكبار، للأطفال اللي عندهم شغف صناعة الأفلام القصيرة؟ جزاكم الله خير والله يعطيكم الصحة والعافية. تشكر العافية دكتورة، والله سعيد أنا بتواجدك اليوم يعني تلتشينا بكلامك وشكرا على مداخلتك وتواجدك يانا. أتمنى أن ما كنت يعني ضيف مميز. بس أنت تعقيبا على سؤالك، قبل لا أروح للأطفال أنا بتكلم بشكل عام يعني إلى الكل، يعني ممكن أي أحد يعني خصوصا الشباب، وهذا تكرره دائما إن ما في طريق اليوم، يعني طريق مش معبد أمامك، وهذا أنا أؤمن بشكل كبير. أنا لو كنت أعتمد يعني على الصدفة ما وصلت اللي يعني قدرت نوصل له اليوم. يعني كواقع ممكن أتكلم بشكل سريع، اليوم البحرين إن أي واحد لو بيشتغل في المسرح اليوم موجودين ترى ممثلين وايد في البحرين أو عندهم هواية التمثيل، في ناس كثيرة تحب صناعة الأفلام، في ناس كثيرة تحب صناعة المسرح وليتهم إن يكونوا مخرجين. اليوم لو أنا أطرح سؤال في البحرين كم واحد بيصير مخرج مسرح؟ مئات آلاف يمكن. لو أتكلم كم شخص بيصير ممثل، أنا بشكل يعني ما بقول يومي بس أسبوعيا كذا شخص تواصل يعني إنستغرام إنه يلا أنا بيصير ممثل مسرح.
أنا كنت من يوم أنا صغير كنت أقول إن أنا خاطر أصير مخرج مسرح، بس ما حد يعني كفرصة ما حب يعني، نادراً بتشوف أحد يعطيك على قولتنا البرتقالة مقشرة، أو إن الصدفة بتلعب دور، أو إن بيجون يشوفونك لا والله أنت واحد فنان جداً يلا تعال خلنا نعطيك مسرحية تخرجها. ما يعني ما بصير بهالطريقة، ما أتوقع إنه بصير بهاي الشكل، إلا أن أنت تصر على أن تحقق هدفك. الإصرار على أن أنت تحقق هدف هو اللي ممكن يوصلك إلى النجاح. إلى الأطفال، مو مهم يعني ما أدري يمكن أفهمه، مو مهم إنه يكون عنده يعني الطفل يكون عنده هدف واضح، لأنه يعني أحيانا الأهداف تتبدل. يعني يمكن أنا صار لي يعني فترات كنت أبي أصير تاجر، فترات كنت بصير ما أدري إيش في الدين، فترات يعني على المجتمع اللي أنا عايش فيه درة، فترات كنت بصير في شو اسمه في التايكوندو، دخلت فترات فتحت لي بيزنس، فتحت لي شو اسمه محل حلويات. جت الكورونا بعد، هاي شيء بعد حلو، جت الكورونا حين ما عندي شيء أسوي، أخذت لي زراعة يعني مالت صاحبي، عندي ويا صاحبي أخذت لي مزرعة، أكو خلفي ليها الطيور إذا إن شاء الله باضة وبجيب لكم بيض، فأخذت لي طيور أنواع وأشكال طيور ما أدري ليش ما أخذنهم، وأخذت خيل وأخذت حيوانات وجمعتهم، بس لأنه ما عندنا أشياء واجد نسويها هالفترة. فأحياناً الأفكار تتبدل، بس الشغف اللي هو اللي يخليك تواصل لهم. يعني ان شاء الله اذا خلصت الكورونا حين جبنا عامل يهتم في الحيوانات، بس علمتني بعد حتى الحيوانات تعلمت منها اشياء كثيره في الفتره اللي عشتها. يعني هاي الشغله اللي تعلمتها من الكورونا ان الواحد يحاول ينوع مصادر الدخل ماله، يمكن انا كنت ماخذها كدخل ونوع حتى الاعمال اللي يعني التعاون مع الحيوانات بعد، يعني شيء توني اكتشفه صراحه. يعني كان جدي الله يرحمهم قبل كان عندهم مزارع عندهم حيوانات، بس انا جيل ابوي وجيل ما عشت في الامور، فهي امور توني قاعد اكتشفها، توني قاعد على كبر، توني قاعد اتعلم شلون اتعامل ويا الغنم واتعامل ويا الدجاج، بس يعني عالم ترى يعلم بعد. بس انه فممكن بس انا جاي في الفكره انه ممكن الواحد يبدل افكاره بين فتره وفتره وتوجهاته بين فتره وفتره، بس تظل الشغف. هذا اللي اقول انه مهم ان الاطفال لما يسوون شيء هم حابين، يعني اهم شيء انهم حابين الشغله، فالحب الشغل هو اللي بكل ما تطبع عن الطريق. شوف انا يعني تقريبا بين كل مسرحيه الامانه يعني حتى ما تريدون بين كل مسرحيه خلاص هذه اخر مسرحيه اشتغلها، لو تصدعوني بشيك مره ثانيه ما بشتغل مسرح مستحيل، زود مشاكل الضغط اللي يصير المشاكل اللي تصير كل مسرحيه. انا يعني اشياء ما اقدر اقول لها يعني هو اشياء يعني في سيطره تنشن يعني داخل العمل بس مو خارج العمل، هو اشياء الممثلين، هو اشياء الاضاءه، هو اشياء الديكور متاخر، هو اشياء الانتاج ستريس عشان نحاول ان العمل يطلع بالصوره المطلوبه. ف بس نخل هذا العرض نقول خلاص دختنا اخر مره اشتغل مسرح، خلص المسرحيه شوف فيدباك الناس يلا ما عليه نرد نزيد مسرحيه ان شاء الله. ايه صح. انا بعلق ولا بس قبل تسالني سؤال ثاني، اول شيء انا بالنسبه حق الشغف حسن، الشغف يعني هاي ترى واحده من الاشياء يمكن هي قالتها دكتوره بدور وانا عجبتني حطيتها كوت لك دكتوره بدور، لكن الشغف اللي هو لازم احنا دائما نحاول نستكشفه فعلا ومو سهل استكشافه، لكن ممكن نستكشف شيء اللي يولد الشغف. اذا الانسان عنده حب الرغبة في التكرار في قبول التحدي في هاي، فهو لا شك انه هو عنده صفتين من صفات الشغف الاساسيات اللي هو الاصرار والمثابرة. الانسان الشغوف هو يتميز بهاي الشيئين، عنده اصرار ومثابرة، والحبك ان انت تكرر العمل تبدع في العمل تحاول ان مثل ما انت قلت الضغط دي، احنا في كل مؤتمر وانت تعرف انت اقرب واحد لي يعني يعني انت يعني مثل ما يقول يعني خليل النفس والروح يعني اخوي ولدي اعتبرك. فكل تذكر كل مؤتمر اسويه نقول بس اخر كل ملتقى نسوي نقول هاي اخر ملتقى،
لان فعلا هو الضغط اللي نمر فيه وايد صعب. لكن تشوف نفسك طبعا يمكن ولاء وصفاء مروا في نفس التجربه معانا ان الحمد لله نحس ان احنا لا ان اللي سويناه فعلا عمل ما كنا متوقعينه، ولاخر لحظه لاخر يوم احنا نتوقع فشل، لكن الله سبحانه وتعالى يفتح عليك ابواب، هو الله يمتحنك يشوفك انت تصبر ولا لا، تقبل بهاي الشيء. والقبول ترى من صفه الملهم، شيء اللي يميز على الاخرين انه هو يقبل بالشيء خلاص، يقول انا اخذت بالاسباب لان هدفه وايد اكبر. صحيح اقول لك تحبط، يمكن تقول تتم يمكن اسبوعين ثلاثة اسابيع تقول بس ولا اسوي شيء ولا بعيد هالتجربه مره ثانيه، لكن ما توعى نفسك الا انت تدخل في تجربه جديده. وعلى فكره سالفه انك الحين داخل في التجربه جديده سواء في يعني ان عندك مزرعه ولا كذا كذا، هو هاي صفه الملهم. صفه الملهم انه هو يحاول انه ينوع الوسائل اللي قد تتماشى مع هدفك. ويمكن انا اقول بعد انا ابي دكتور ابو دوره يتعلق على هاي الشيء، انا شفت صفه في هذيل الناس غير صفه انهم اول شيء بارين في امهم. انا اقول لكم صراحه يعني هاي صفه، يعني دائما شفت ان الملهم انه دائما عنده شيء مع امه، اوكي يعني صفه هاي من الصفات الخفيه اللي انا قاعد ادرسها الحين. لكن بعد صفه وايد مهمه عند الملهم سواء ستيف جوبز، مانديلا، غاندي، بيل جيتس، عمر بن عبد العزيز، عمر بن الخطاب، كل يونيمت يعني سيدنا علي، اي يونيمت، بتلاقي عنده صفه معينه. شنو هاي الصفه؟ انه فري بزنس موديل. حسن تتذكر دائما انا اقول هاي تحرير البزنس موديل. اتوقع ان انت بزنس موديل مالك يحب التحرر، ما يحب يعني ما يعني واحد بيكون في داخل يعني مثلا منظومه وهو يخايف من المنظومه، ما اشوف انه هو يقدر يلهم بطريقه. ليش؟ انا خايف من لكن لما يكون هو متحرر هو يمكن يشتغل في اي وقت، يشتغل في اي مجال، هو لما يتسكر عليه باب يفتح له 20 باب. معناته البزنس موديل مال حياته يتميز بهذه الابداع وهذه هو اللي انا اقول. يعني نفترض ان احنا نتعلم منك ان انت ما قلت اشياء وايد ترى في قصتك، يعني يمكن من القصص اللي انا تعجبني فيك ان انت ما تلتزم حتى في انك تشتغل في البحرين. انت يوم في الكويت تروح تسوي مسرحيات في الكويت، مو مسرحيات بحرينيه، مسرحيات كويتيه حق اهل الكويت، يوم تي الامارات، يوم كذا. هذه اللي انا اتكلم عليه، ان الانسان كل ما كان البزنس موديل ماله متحرر كل ما قدر يعطي اكثر للحياه. مثل لما ستيف جوبز، كلنا نعرف عن قصه ستيف جوبز، لما تسكرت عليه وطردوه من الشركه اللي سواها راح سوى شركه ثانيه، سوى شركه ثالثه، الشركه الثالثه ولا الرابعه هي اللي جابته حق مره ثانيه حق شركه الام الاكبر. وهذه هي صفه اتوقع الملهم بشكل كبير يعني. اوكي عندنا الحين مداخله من استاذه شريفه المالكي، تفضلي. إذا بعد إذنكم أقدر أسوي مداخلة عن القيود والموهوبين على الدكتور محمد أكون ممنونة. أو تفضلي 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 على ما تدخل شريفة، تفضلي. أيوة شكرا. نعم دكتور محمد، فعلا ليش فري موديل أو بزنس فري بزنس موديل يعني ليش بالضبط؟ خل نصل إلى نهاية الخيط. نهاية الخيط المبدع والملهم واللي عنده شغف يبي إبداع. أحد أساسيات الإبداع الحرية. الحرية بتساوي شنو؟ ما في قيود. القيود تسبب شنو؟ الخوف. عكس الخوف الأمن. هذه الكلمات المفتاحية اللي يحتاجها كل مبدع وشخص عنده شغف. لذلك أنا يعني بشكل مضحك قال لنا مخرجنا العزيز، أنا أقوم كل يوم الصبح، أقوم كل يوم الصبح، ترى هي مو قضية قومة الصبح، وربما ترى قام كل يوم الصبح عشان يربي الحيوانات في الحديقة اللي عنده أو في المزرعة اللي عنده، بس هي مو قومة الصبح لأن أنا ملزم ومجبر على قومة الصبح لأن في عمل، أضرب بصمة وأدخل المكتب وأقعد على هذه. It's not a model of a gifted person. ما يقدر. يعني أقول لك صراحة، أنا كوني أعمل في مركز الموهوبين لما أجد في لحظات أن أنا أقولب ووضع في قالب سيدي أخذ إجازة، أشرد من الواقع اللي موجود. مو بس لأن يعني كلنا مبدعين، أنا أؤمن أن الجميع موهوب ومبدع، بس الجزء من القيود
والقوانين الزائدة الصارمة ووجود إحساس بالخوف ترى يقتل الإبداع، وإحنا عشان نستمر بشغفنا لازم نبدأ. فهذا التعقيب على المراحل، ومخرجنا اليوم قال قصة ربما هو قاعد يتكلم بإسهاب، بس هي فعلا دراسة حالة، دراسة حالة حقيقية. فلذلك كانت القصة جميلة جدا. شكرا، بارك الله فيك. أجري. على ما تدخل الأستاذة شريفة، في سؤال هنا عندنا من دكتورة دنيا، إن حسن إحنا نعرف إن في كل قصة إنسان مثل ما ذكرت لنا قصتك، في أشياء، في أشخاص أثروا على إن حسن اليوم يوصل حق هاي النقطة اللي وصل حقها اليوم، أشخاص ملهمين، ومثل ما ذكرت إن دكتور محمد كان من الأشخاص الملهمين في حياتك. منو بعد شخصيات من الأهل أو من الأقارب كان له تأثير في حياة حسن؟ بداية بس بعقب على كلام دكتور بدور، كلامها صح يعني في علاقاتنا، في وجهة نظر فعلا. يعني فترة الأخ أول ما أخذت الحيوانات سكت يومية الساعة 5 أنا موجود في المزرعة، طبعا أسبوعين 3 شهر بس جبنا العامل وقف، بس ديك الفترة كنت لا يومية قاعد الصبح. ففعلا مثل ما قلت أحيانا الشغف خليك تقعد من الصبح، حتى لما يكون عندي مسلسلات وأعمال أقعد من الصبح، بس إنه أكيد يوميا مجبور إن أسوي الشغلة هاي يمكن صح إنه تأثر. على سؤال دكتورة دنيا، طبعاً ممكن من داخل الأسرة، يعني أكثر شخص شجعني ولا زال يشجعني أمي طبعاً. أكيد الأم هي زيادة واحدة سبورت، يعني من يوم أنا صغير تشجعني أسوي أفلام، تشجعني على الأفلام، أسوي كل شيء يعني أسوي تشجعني. حتى عندي حتى على الانستغرام تكتب لي كومنت ما شاء الله الوالدة الله يحفظها. ف اي لا فعلا الحمد لله، يعني وانا يعني ناس يعني بعد الله يعني اعز فضل كبير للوالدة وعزها في شغله بقولها. طبعا انا الوالدة طبعا حتى فترات ساعدتني حتى بمبالغ، يعني اتوقع ما في سكراب توي، ما في سكراب تو لما جيت بسوي ما كان عندي، يعني تكلمت قلت لكم انا ما سكراب وان مشيت الامور لانه ما كان عندي اجر قاعه يحفظ غالي، فما كان عندي كان القاعه في النادي، فما في سكراب تو، اضطريت ادفع تقريبا 6000 دينار بس اجار القاعه، فاضطريت اخذ مبلغ من عند امي، فقالت لي اوكي ما يعني ما قالت لي لا ولا قالت رجعهم ولا. ففعلا الوالدة الله يحفظها كانت يعني من الداعمين داخل الأسرة. اليوم زوجتي بعد تدعمني الحمد لله. الأهل يعني أكثرهم يعني حالياً الأهل كلهم يدعموني يعني، بس إنه كان من بداياتي لا، أزيد شيء كان أزيد شخص يدعمني كان الوالدة. أشخاص أثروا علي في المسرح ليش مثلاً أستاذ إبراهيم خلفان، أنا أوجه لك التقدير والاحترام، نعد بعد مثل الوالد. وكان أستاذ إبراهيم في ميزة إنه ما يحب يحضر مسارح تجارية، ما يحضر، ما يرضى يحضر لأحد. فجري المسرح قال لي لما حضر لي المسرح قال لي ترى يعني أنا شيء نادرا ومن أول الناس اللي أحضر لي مسرح تجاري خارج الجامعة. يقول أنا أحضر مسرحيات اللي هو على قولتنا نسمي مسرح تجريبي أو الأكاديمي، بس مسرحيات تجارية ما أحضر. فكان بعد أعطاني دافع كبير. كل الشباب اللي اشتغلوا وياي في المسرح أو الجروب ما في سكراب بالعكس دعموني بشكل كبير وكلهم كل احترام. انا قدمت مسرحيتي، قدمت في السعوديه مسرحيه، عرضت المسرحيه في السعوديه، يعني ابطه عرضتها في السعوديه، فعرضتها 3 أيام في السعوديه، كان في حضور بس ان الكوست كان جدا عاليه، ما كنت يعني ما كنت اتوقع ان الكوست بيكون بهالكم، فخسرت بشكل كبير. انزين خسرت بشكل كبير، فهاي هذه الخسارة خلتني شنو، خلتني أثق بربعي زيادة. طبعا فقط بعد زوجتي ما شاء الله ماري هي موجودة مساعة وتوها زاشة، حي الله وناصر. زين تونا كنا نتكلم عليك بس إذا دا
ما كنت موجودة طافش الكلام. إنزين ف إيه فخسرت بشكل كبير، فاللي أرجع كنا خسرت بشكل كبير، فاللي وقفوا وياي ترى وقفوا وياي في كاست كلهم ما حد طالبني بأجرة. طبعاً أنا يعني الكل تقريباً عطيتهم وجوههم في العمل اللي بعده، بس في حزتها يشهد الله ما حد جا قال لي حسن وين أجري. كل اللي راحوا وياي شباب راحوا وياي في الإحساء ولا شخص جا قال لي حسن اسكافي وين أمبي أجري، إلين ما عدت عمل ثاني وعطيتهم وجوههم. بس يعني اوكي احنا عندنا مدخلة من شريفة بس ما قاعد يفتح عندها المايك، بس هي عندها استفسار عن شنو مساهمتك في مسرح ذوي الإعاقة وشنو رأيك فيه؟ يعني انا ما عندي مساهمات لأمانة، في صريح ما عندي مساهمات كثيرة في يعني مسارح الأهلية. يعني كنت اشتغل في مسارح الأهلية في الجامعة، فلما طلعت من الجامعة توجهت أكثر إلى المسرح التجاري لسبب واحد، يعني مش عدة أسباب، رغم إن أنا حاول أخذ بعض الأمور من المسرح التجاري حتى في المسرح الأكاديمي حتى في المسرح التجاري. أنا لما شفت المسرح التجاري مش في المستوى المطلوب أو العروض اللي أنا شفتها، طبعا كان في بعض أعمال يمكن أوكي بس أنا اللي شفتها، فحاولت إن أنا أقدم مسرح انه ياخذ الافكار التجاريه مثل المسارح الاهليه ولكن اقدمه باسلوب تجاري. فتوجهت لهذا التوجه، فتباعدت كثيرا عن المسارح الاهليه بس يعني والا كان يعني حتى انا شفت يعني يمكن عمل واحد يعني، واحس ان هناك تجارب واعده. المسرح الاهلي بس كان انا ليش باعت، واحده من الاسباب اللي خلتني اتباعد من المسرح الاهلي هي نسبه المشاهده. يمكن يعني انا كان عندي مؤلم شويه ان انا اجي اشتغل شهرين بروفات او شهر ونص بروفات واقدم العرض واعرض عرض واحد وانتهى الموضوع. فاحيانا في ناس عندهم الشغف ان اهم شيء يقدمون عرض مميز. انا كان عندي لا، كان عندي فكرة وعمل أحتاج أن أكثر عدد ممكن يشوف هذا العمل، أحتاج أن أوصل صوتي لأكثر عدد ممكن. بس بالعكس يعني إذا كان هناك مجال أن احنا نقدم أي شيء ممكن نقدر نقدمه إلى مسرح دولي إعاقة، يعني أنا شخصيا حاضر. يعني يعني يلا خلاص، يعني واحد منك وعد في الموضوع. إيه لا حاضر بالعكس، أنا عايش أي أحد يعني. البحرين دائما تفوز بالمركز الأول في غالب الأحيان، دائما تأخذ لها جوائز وايد على مستوى الخليج، عندهم مسابقة سنوية في المسرح وهي شريفة دائما تكون مع فريق الإخراج، فيعني إن شاء الله كهي ردت دخلت، فهذه وعد منك حق شريف إن شاء الله تساندهم في عملهم الجاي. بالعكس باللي أقدر عليه، باللي أقدر عليه. سنة أنا شغلي تجاري أزيد من أكاديمي، أنا كان عندي خبرة في الأكاديمي بس يعني من فترة وقفت يعني الأكاديمي. بعد المسرح ذوي الإعاقة وإدخال ذوي الإعاقة معاك في المسرح بعد بيعطي بعد آخر، لأن في عندهم بعض المواهب الحقيقة. بالعكس يعني أنا أحتاج أشوف إذا إن شاء الله إذا في مجال، بالعكس يعني حاضر لي. تسلم. الله يسلمك دكتور. أستاذ حسن عندنا هنا آخر مداخلة من الأخت نورة، أن شنو نظرتك المستقبلية للمسرح البحريني؟ مسرح البحريني يعني بقى أشوف يعني نظرات المستقبلية ما شاء الله. يعني ممكن مو أنا اللي أحدد النظرة المستقبلية، أنا عندي تجارب في المسرح وأنا لحد اليوم يعني ما بقول ان انا مو براود او ان مو فخور بالتجارب اللي قدمتها، لا بالعكس فخور بالتجارب الاعمال المسرحيه اللي انا قدمتها، بس كل عمل اقدمه اقول مو هذا المستوى اللي انا افكر اقدمه ولا هذا المستوى اللي انا ابي اوصل اليه. يعني انت لما تشوفون ما في سكراب او خالكرس او يعني بطتوه
وما في سكراب وان فرق كبير في الناس، في الجمهور، في القاعة، في قوة الديكور، في قوة الإضاءة، في الفنيات، فرق شاسع بين العملين. رغم ذلك أحس إن لازم إحنا بعد شوي متأخرين عن الجماعة أو عن المسار المتقدم. أنا حاول أن نكون إحنا فعلا مسار متقدمة، بس هذا ما هذه الشغلة ما تكون على عاتقي أنا، على عاتق الجمهور. فهالشيء مو في إيدنا أساسا، لأن إحنا نستمر باستمرار الجمهور. فكرة الأعمال التجارية إن أنت إيش قد ممكن تعرض، إيش قد ممكن تطور، لأن عندنا في شيء اسمه فيكس كوست، وعندنا في شيء اسمه فيريبل كوست. في أشياء فيكس، كل ما أزيد التقنيات وأزيد جودة العمل يزيد عندي فيكس كوست، راح أحتاج عروض أزيد عشان أغطي. فهاي اللي خلينا دائما أنا أحاول أسوي بالانس بين إن إيش قد أرفع الجودة على إيش قد ممكن إن أغطي الكوست مالي وما أظلم الشباب اللي وياي. يعني إن شاء الله يعني أستاذة شريفة عندها إضافة، تفضل أستاذة شريفة. مرحبا مرحبا، كيف الحال؟ إن شاء الله يعطيك العافية أستاذ حسن سكافي على هذه المحاضرة وعلى المنظمين في هذه الأنشطة. بالنسبة كمخرج مرة، هل أنت يعني حضرتك أو يعني دخلت في مجال المعاقين في مجال المسرح يعني من قبل، والله أو دمجتوا المعاقين في مسارحكم؟ هاي وايد وايد مهمة عندي، لأن إحنا ك يعني فريق مسرحي البيرق عدينا فريق كامل في مجال المسرح، وخضنا على مستوى الخليج يعني تقريبا 5 مهرجانات وغير المحلي. بس احنا نحاول ان ندمج المعاقين في المسارح او المسرحيات اللي تنعرض في البحرين. ما نبي نلف حول نفسنا بس حول المعاقين وخلاص، لا، احنا نبي ان المعاق يندمج مع المجتمع، مع المسرح، يعني حال حال أي شخص كان، لأنه عنده عطاء وعنده قدرات نفس القدرات اللي عند أي ممثل موجود. يعني في الإمارات السنة هذه كفيف دخلوا في مسرحي في مسلسل تلفزيوني في رمضان انعرض، فوايد هاي تطور، يعني تطور وايد واسع، مع أن إحنا الفكرة يعني أكثر شيء الأفكار تطلع من البحرين والتنفيذ خارج البحرين مع الأسف. ف ما ادري ايش رايك في هذا المجال. يعطيك العافيه استاذه، مشكور. عافيك. انا كتجربه شخصيه ما جربت يعني الامانه، بس ليستو يعني مو ضد هاي التجربه، بالعكس يعني ممكن، شوفي ممكن المسرح، عشان اكون واقعا صريح، ممكن المسرح التجاري ما بقول في صعوبة، بس مسرح التجاري شوي مختلف عن، يعتمد على الكوميديا، يعتمد على الإفيهات، يعتمد على الكاركتر نفسه، يعني قوة الممثل نفسه. فلذلك أنا ممكن لو تشوفون يعني هاي كنت دائما أقوله أن يعني almost الممثلين لو وياي حسن اوكي الحين اوكي سو زين. فممكن ما تشوفهم على اغلب نفسهم، مو لان احنا ما نبي نبدل، بس ان هاي ممكن الناس اللي يعني مهم ممثل يحتاج في العمل التجاري طبعا يحتاج انه يجيب جمهور امان، يعني عشان يكون واقع ويجيب كوميدي. في الاعمال الدراميه وهذا اللي ممكن ان انا بالعكس اساعد فيه، او الاعمال اللي هو الأعمال المسرحية غير التجارية، هذا بعد أيضا ممكن أساعد فيه، أو إنه ممكن إنه بالعكس إن أنا بالعكس يشرفني إن أتعامل. فأنا أشتغل مسلسلات، يحتاج ما شفت أنا
اي طبعا ما شفت، تحتاج اشوف، ما شفت بالعكس بالضبط. فهذا اللي اقوله. فعندي فاحنا قاعدين نشتغل مسلسلات، عندنا ان شاء الله مسلسل راح يتصور شهر 11، وفي اعمال هنقدمها نسميها الاعمال غير التجاريه. انزين اي ما يعني لا يمكن، شوف انا يعني انا ايضا تقصير مني يعني ما حضرت، حكم انه مش مو يعني مو اكون واقعا انا تو يعني فتره مو تو يعني توجهي كثيرا الى الاعمال التجريبيه. انا حتى المسارح مثلا مسرح مهرجان اوال قبل كنت اروح واجد مهرجانات، كنت اروح واجد مهرجانات اوال مثلا الريف عندهم مهرجان كنت اروح. في اخر فتره صار عندي شوي ضغط في الاعمال، خصوصا من 2015 بدات اشتغل في المسلسلات، فصار عندي 6 أشهر في السنه قاعد اشتغل مسلسلات وخمسه اشتغل مسرح وشهر بس فاضي. فهي الضغط اللي كان يصير عندي، فما كذي ما كنت احضر اي فعاليات. فمو مساله ان انا ما امضي، فما عندي فكره عن هاي الاعمال. فبالعكس فمثل ما قلت لكم، فبالعكس ان شاء الله انا هذا اكون رقمي موجود وانا موجود، وان شاء الله نسوي بس تهدأ هاي الأزمة وهاي الوباء ونلتقي انزين، ونحاول نبدي ندمج في مثلا الأعمال بداية يعني عشان أكون واقعا، اللي هو في الأعمال الدرامية مثلا ممكن أسهل، أو الأعمال في المسارح الغير تجارية، لأن ممكن شوية مسارح تجارية مو مسألة إن دائما أقول حتى أنا حتى بممثلين أساسا معروفين إحنا يعني أنا ما مو مسألة إن أنا ما أبي الممثلين أنا أخذهم وياي في المسرح، بس إن أحاول قدر الإمكان إن أنا أحافظ على المجموعة اللي عندي بس. هاي لا فكرة لا أزيد ولا أقل، ولكن في الأعمال الدرامية والأعمال المسارح غير التجارية اللي أنا قاعد أشتغله بالعكس حاضر لكم يعني، وأي شيء ممكن أساعد فيه هذا موجود أنا وكل جماعة موجودين بعد. مشكور يا حسن، جزاك الله خير، ونتمنى لك التوفيق دائما ان شاء الله. ومثل ما يعني طرحت شريفه ودنيا وعبد الرحمن كان بعد عبد الرحمن بن محمد ابو حجي بعد عنده هو من ذوي الهمم من الداون سيندروم، عنده تجربه معاهم جيده، ولان جربوا في عده اشياء ما شاء الله كانوا ممتازين. وفعلا احنا حضرنا جزاه الله خير يعني بحكم علاقتنا مع استاذتنا الحبيبه شريفه، سواء في الملتقى الاخير اللي سويناه المؤتمر الأخير أو في عدة أماكن. دائما نشوف المعاقين هم متميزين، وخاصة في موضوع العمل المسرحي ترى بيكون قيمة مضافة لك. يعني شفنا المكفوفين كيف قدموا عرض ممتاز في الحراك، فأتوقع أنه بيكون إن شاء الله تجربة أيضا جيدة تثري تجربتك. وأنا أتذكر أن أنت أصلا ما أدري ليش ما تحكي، الله يهدي كل شيء أنا لازم أتحكي عنك، أنت مسوي بروحك حق ما كنت مسوي افلام ما ادري شنو حق مال ذوي الاعاقه، ومسوي حق مال الكانسر ما ادري شنو. اي سويت افلام بس يعني ما شاركت، سويت اعمال يعني بس انه مش ممثلين من ذوي الاعاقه. اي فهي الحين تجربه اتوقع جيد تتعرض لها، لان بعد هو حلو التحدي بحد ذاته، هذه يعني مجال كبير ان واحد يدخل فيه ويجربه، لان الادماج اللي قالت لك عليه شريفه هو التحدي الحقيقي. صح. انك تسوي بروحهم ذوي الاعاقه وتسوي هاي، لا هي اوريدي ناجحين هم الحين، ما قاعد ياخذون جواز الحين، هم اللي قاعد تتكلم عليه هو الدرجه المتقدمه. كيف ندخل على حسب الهوايات على حسب القدرات، ندخل ناس تمثل الدور والعكس تتقن الدور اكثر، لان المسرح اليوم يتميز مو في الفن بس المسرحي، في الامبثي. يعني الامبثي بحد ذاته هذه شغله متقدمه يتهيألي. احنا الحين قاعد نشوف مسلسلات مال ارطغول مال يعني مسلسلات هي تاريخية فعلا، تشوف أنه لأن التمثيل فيها بالإحساس بالآخر المشاهد شنو يبي، تلاقي أنه فعلا ناجحين هالمسلسلات. وأتوقع أن إن شاء الله أنت بتتوفق لو مشيت في هذا الطريق إن شاء الله. شكرا لك يا أبو ناصر، أنا كله سميك أبو علي لكن أنت أبو ناصر. الله يسلمك، ونتمنى لك التوفيق، وسلامي لأمك البطلة اللي طلعتك وساعدتك،
ولكل الشباب اللي معاك اللي اشتغلوا معاك وساندوك ايضا، ونعرف ان منهم سامي، يعني سامي مؤمن بك، يعني انا اتوقع ان سامي من اسباب نجاحاتك. اي نعم صراحه، يعني انا ما ادري، انا ما تعرفني، انا ملاحظ من بعيد، واتوقع ان سامي هو من اسباب نجاحاتك لانه امن بك وامن بفكرك وبالنص، يعني حتى النص انا مالك قاعد يتطور، انا قاعد اشوف النص مالك بحد ذاته اللي تقدمه في كل مسرحيه راح قاعد يتطور بشكل اكبر. وشكرا للبطلات ولا وصفاء، واذا سامحوني اذا احنا تداخلنا عليكم شوي اليوم، بس عشان بناء نختم لان صار لنا ساعه ونص، ونتمنى للجميع التوفيق ان شاء الله. شكرا لكم. شكرا جزيلا، شكرا، وشكرا على هذا اللقاء. جزاكم الله خير، يعطيك العافيه. شكرا دكتور.